وأول مرة إحنا عاوزين ندخل في الستات ذي أول مرة يدخلون في يعني في الحياة مع السياحة ما عملوش دي كده. إحنا بنحب السياحة يعني إنه يعملوا شغل عندنا في الطريق ذا، علشان في ناس يعني ما عندهم شغل، في ناس عندهم ما عندهمش يعني عاوز يعمل له وظيفة يعمل حاجة، في ناس كذي يشتغل اللي ما عندهش وظيفة يشتغل في درب السياحة عشان هو يعني ربنا يرزقه كذي.